أحلى المشاوير مشاهدينا لما نحن منروح للطبيعة، منقرر نزور الطبيعة، الأماكن الجميلة برفقة الناس اللي منحبهم إن كانوا رفقاتنا وحتى أهلنا. اليوم رح تكون حلقتنا بمشوار سوري بهذا المكان الرائع جدا جدا يلي عم يجمع بين جمال النهر وجمال الأشجار والغابات وحتى روعة الهواء النقي العليل. كل هذا اللي عم يعطينا طاقة إيجابية يلي نحن فعلا نتمنى أنه نبثها عبر شاشة التربوية لكم مشاهدين بمشوارنا وحلقتنا لليوم. حلقتنا بدأت والمزيد من اللوحات الجميلة بانتظاركم. أهلا وسهلا فيكم. حالياً موجودين على بحيرة سرب اللورا اللي بتبعد عن مدينة اللاذقية حوالي 30 كيلومتر شمالاً. البحيرة تمتاز بجمالها وروعتها واللي عم بيزيدها بهاء وجمال هو تلاصقها مع الجبل وأشجار الصنوبر. هي وجهة سياحية جميلة جداً لابد أن يؤمها كل زائر. السعة التخزينية إلى حوالي 15 مليون متر مكعب. تقوم بإرواء أراضي منطقة وادي قنديل بالكامل منها الحراجية وزغرين والسرسكية والسرسكية طبعا. ومثل ما شايفين امتلاء البحيرة يدلل على وجود موسم زراعي زاخر ونامي إن شاء الله. لاستيعاب السياحة في محيط زغرين طبعا القادم إلى قرية زغرين لابد أن يصل في طريقه إلى بحيرة بلورة وبالعكس أيضا. ودليل يعني روعة الجبال والبحيرة فهي تشكل أيضا مقصد سياحي كبير لكل زوار اللاذقية وزوار القطب. بدورنا بنوجه دعوة لكل زوار محافظة اللاذقية وخارج محافظة اللاذقية بزيارة منطقة وادي قنديل وقرية زغرين وبحيرة سد بلورة للتعرف على طبيعة هذه المنطقة البيئية والشجرية الجميلة جدا واللي هي متنفس سياحي لكل الزوار والسياح. ومثل ما عودناكم مشاهدينا بحلقتنا لليوم رح نسلط الضوء على مجموعة من المواقع السياحية اللي هي عم تشكل نقطة جذب حقيقية للسياح القادمين من خارج المحافظة ولا حتى الأهالي المقيمين بمدينة اللاذقية ولا حتى بالريف القريب. شغلات كتير حلوة احنا عم نصادفها بمشوارنا لليوم وكاميرا التربوية عم ترصد الكثير من المناظر الجميلة. مثل هذا الموقع اللي احنا موجودين فيه هو أحد المواقع السياحية اللي بتنتشر هون بريف اللاذقية بمنطقة المصايف الحقيقية اللي هي عم تشكل نقطة جمع لمناظر طبيعية ولوحات جميلة جدا بين البحيرة والجبل والغابة. الأشجار اللي عم تستخدم هون بتزيين الأرصفة وتزيين المنشآت السياحية وحتى بالحدائق المنزلية متنوعة وكثيرة، وهذا التنوع هو انعكاس لغنى المنطقة. على سبيل المثال حبيت سلط الضوء على شجرة الأوركاليا. شجرة الأوركاليا هي شجرة تزيينية من يعني الأشجار الجميلة جدا، وهذا النوع كتير يستخدم في التزيين ونحن صادفناها هون، فحبيت سلط الضوء كمعلومة سريعة. مثل ما عم تلاحظوا معنا جمال هاي الشجرة مرتبط بجمال البيئة الساحلية، وهي من أشجار البيئة الساحلية اللي هي انتشرت وصارت عم تمتد للداخل نتيجة يعني استغلال جمالها في تزيين الحدائق والجنبات الموجودة بين البيوت في المدن أيضا. إضافة في عنا كمان بكون نحن بموسم الربيع وهذا الموسم هو إزهار البراعم الأشجار الثانية التزيينية شجرة الأزدرخت. معلومة على السريع، شجرة الأزدرخت هي شجرة بالأساس موطنها الأصلي برازيل، وإنما تم إدخالها إلى سوريا واستثمارها بسبب التاج الكبير اللي عم تعطيه والظل، كأنه هي نبتة نباتات الظل.
الظل والأشجار يعني والأزهار الطبيعية الجميلة اللي هي إلى رائحة جميلة بشجرة الأزدرخت، وهذا مثال لهاي الشجرة. كمان لاحظوا معي في عنا شجرة اليوغا. شجرة اليوغا كمان هاي من الأنواع الجميلة جدا اللي هي بتميز المنطقة الساحلية والحدائق الموجودة بالساحل. ممكن تكون هاي الشجرة تزيينية تزرع بالأرض وتنترك ما يشبه المستعمرة، وممكن تكون يعني المهتم بخليها تكون عبارة عن ساق واحدة وغصن واحد لحتى تكون نبتة تزيينية صغيرة بالحجم الصغير في المنازل والشرفات. إنما بهذا المكان هون موجودة بهذا الشكل الكبير اللي هي شجرة متفرعة، وكل ما كانت عم تتفرع أكثر كل ما عم يكون المنظر الجمالي فيها أكثر. هاي كان نبتة اليوغا، مثال عن ثلاث نبتات اللي احنا حكينا فيها بهذا الموقع اللي صادفناه بطريق الصدفة طبعا، وهو منشأة سياحية مثل ما حكيت. إضافة إلى الإطلالة الجميلة اللي عم ترصدها الكاميرا، كاميرا مشوار سوري الآن، لاحظوا معي هذا المنظر الرائع جدا يلي هو بيمثل نقطة جمع بين البحيرة بين الجبل بين الغابة. أجزاء كلياتها دقيقة عم تشكل ما يشبه أجزاء لوحة الفسيفساء، وإنما لوحتنا الفسيفسائية الآن هي لوحة فسيفسائية طبيعية من صنع الخالق. أكيد يعني أعظم الرسامين أعظم النحاتين أعظم الفنانين مستحيل إضاهوا الجمال الطبيعي. رسالة من الطبيعة لما نحن ننظر لهذا المنظر الرائع جدا، حافظوا علينا وحافظوا على الطبيعة. كمان بتكون هاي رسالة لأن من خلال شاشتنا شاشة التربوي وعبر برنامج مشوار سوري، الطبيعة كنز حافظوا عليها. مهما بعد طال أيام وليالي بضلوا عالبال أغلى من الغوالي. مهما بعد طال أيام وليالي بضلوا عالبال أغلى من الغوالي. طال الهم وطال بالهين باعوني، راحوا راحوا وحدي خلوني يا عمي ما ودعوني. رفيق بشار بوبو عضو قيادة فرع اتحاد شباب الثورة، رئيس مكتب التنظيم ورعاية الرواد فرع الشباب اللاذقية. طبعا اليوم نحن بمنطقة طبيعية بربوع اللاذقية وهي زغرين، ونحن دورنا بهالمرحلة هاي خاصة نهتم بطلابنا وشبابنا، وننظم نحن نقوم كمنظمة ننظم رحلات شبيبية نطلع فيها على مناطق طبيعية، بحيث انه نحن نوازن بين الدراسة وبين كمان الطالب يقدر يطلع يتنفس يعيش الجو الحلو اللي من زمان نحن افتقدنا له بسبب هاي الأزمة اللي نحن عم نتعرض لها. فنحن عم نحاول نعيد هذا القلق وروح الشباب اللي عم يغني للوطن. وطبعا نحن مثل ما قلت من سنين حرب وعم نرجع نعيد، ودورنا نبني هذا الشاب الواثق بحاله واللي بيعرف إمكانياته وقدراته، ودورنا كمان أيضا بموضوع نعرفه على المناطق السياحية إضافة المناطق الأثرية. يعني اليوم نحن برحلتنا هاي كنا بمعرض فواز الأسكي وكنا بمعرض برهان حيدر، هاي المعارض وهاي تنظيم الرحلات شيء حلو كتير لحتى الطالب يقدر يعني ياخذ هيك فرصة لنفسه وللجامعة، جامعة حلوة. خاصة موضوع انه الفيسبوك لهانا كثير عن العلاقات الاجتماعية، مثل ما حكينا نحن دورنا هذا دور منظمة اتحاد شباب الثورة تهتم بشباب سوريا، تهتم بكل تفاصيل ما بس موضوع العلم، لا موضوع كمان الترفيه والسياحة، كمان هذا دورنا نحن بشكل عام. أنا رفيق فراس أشقر أمير رابطة الشهيد سامي كوسا. نحن كمنظمة وكرابطة الشهيد سامي كوسا حبينا نقوم برحلات علمية نربط بين الرحلات العلمية التثقيفية بمنهاج الدراسي للمرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية أو بكافة المراحل. طبعا أقمنا بعض الرحلات سواء كانت متحف فواز الأسكي برهان حيدر، هاي هدول متاحف هي تراثية وفيها شيء علمي. طبعا متحف الأستاذ فواز هو متحف جيولوجي. كنا هلا نحن قبل ما نجي على منطقة زغرين، طبعا اخترنا منطقة زغرين هي على المنطقة الجبلية أو المنطقة طبيعة الشجر مع النهر اللي بيمر منها
هو حلو كتير، ومثل ما حكينا بالشيء الأساسي نحن كمنظمة هدفنا طبعا هي الرحلات يضمن الأنشطة اللي عم تقوم فيها المنظمة وتربط مثل ما حكينا الواقع التربوي أو التعليمي بهذا الشيء والتسكير بالأماكن اللي نحن استفقناها خلال سنين الحرب. يعني صرنا 8 سنوات حرب متعودين فيسبوك انترنت، لا المطلعين يمكن بيشوفوا هالمنطقة هون على الانترنت بيتمنوا انه يجوا عليها او يجوا على متحف او يجوا على اي منطقة. نحن كمنظمة راعية مواهب الشباب او كمتحقق امانيون حبينا نقوم بهاي الرحلة. طبعا هاي الرحلة اللي جيناها اليوم هي رحلة لمتفوقين ومتميزين بالمواد التعليمية على من خلال طلوع المراكز الاولى على مستوى قطاع الرابطة وحبينا نقوم فيها. وانا كمان رفيقة حسناء عبد الله عضو قيادة الرابطة، رابطة الشهيد سميع كوسا اللي تابع على فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة. رحلتنا كمان كانت كلها أنا بضم صوتي لصوته لأن هي رحلة علمية وتثقيفية، والطلاب والطالبات ورفاقنا الشبيبيين بحاجة للترفيه والتنويع عن نفسهم. هلا بعد سنوات الحرب أنا عم بأكد أكثر شيء عن الناحية العلمية، فنحن عم نختار الأماكن أول شيء الأثرية مثل قلعة صلاح الدين، مثل متحف برهان حيدر، مثل فواز الأسكي، مشان الدعم المعلومات العلمية للطلاب والطالبات وبنفس الوقت ترفيه وتثقيف. لذلك دائما بنختار الأماكن الأثرية القريبة واللي فيها معلومات ممكن يستفاد منها الطلاب وتغنيهم بعلمهم وبدراستهم وبمشاريعهم اللي قادمة لخطة الوزارة. الصبح اليوم تجمعنا كلياتنا قدام رابطتنا رابطة الشهيد سميع كوسا الساعة 8، كنا أخذنا تفقد، انطلقنا الساعة 9 وكان الجو يعني أول شيء مساعد، بعدين صار مطر، يعني تأخرنا شوي ومشينا شوي وهي ما زلنا مبسوطين ومتابعين الحمد لله. هلأ في عنا قواعد سلامة، طبعاً نحن ممنوع التدخين وممنوع الأراجيل، والطلعة بساعة معينة والعودة بساعة معينة وإعلام الأهل دائماً والتواصل دائم مع الأهل. وفي دخلنا متحف، أهم شيء عدم لمس الأشياء الموجودة بالمتاحف. دخلنا متحف برهان حيدر كان عبارة عن الأزياء الشعبية وكان بيحكي عن الأدوات القديمة، عرفت كيف، للفلاح فنحن منعنا الطلاب أنه يمدوا إيدهم ويتم أزل الأدوات اللي بدهم يتفرجوا عليها ويستفادوا من معلومات عنها. ونفس الشيء بمتحف فواز الأسكي كان ممنوع التصوير حتى أثناء المرور بالمتحف وطبعاً والتفرج على الأشياء الأثرية. هي أهم شيء، أهم شيء نحن مشان السلامة علمناهم ينزلوا 2-2 بشكل منتظم أرتال فردية أو زوجية، أول شيء بالطلعة من الباص وبالنزلة من الباص، هي أهم شيء أهم شيء، والدخول للمتحف طلعوا. وحتى هون إذا صار نحن بنعطيهم فكرة قبل ما يروحوا على أي مكان، كان طبيعة في لهم حدود معينة للالتزام فيها حرصاً على سلامتهم، وفي حال صار أي موقف إنه نتصرف معه بسرعة، يعني مثل حريق مثلاً بسيط ممكن نستعمل التراب، ممكن يعني علمناهم إنه ممكن يتصرفوا بسرعة ويكون أهم شيء هلا معهم موبايلات، والحمد لله صار في تواصل بين الكل ومشان نقدر على أكثر إنه نوصل لأبعد حدا حتى لو ضاعوا مثلا لا سمح الله في تواصل معهم بالموبايلات. لعيون الزواج جبول الدواء ونضعت تلاقونا بعيون الزواج، لعيون الزواج جبول الدواء ونضعت تلاقونا بعيون السوائح، شافوني وميالو وانني تعلالو للسما وصالو وشوش عقلي وتائه، شافوني وميالو وانني تعلالو للسما وصالو وشوش عقلي وتائه، من بين الورادي حلو حلو زيادي داد عيوني دادي اسم الله وما شاء الله، من بين الورادي حلو حلو زيادي داد عيوني دادي اسم الله وما شاء الله، حبوبة ومزيونة لون الورد لونة وله من عيونه ولاه ولاه، مهما بعد طال أيام وليالي
بيضلوا عالبال أغلى من الغوالي مهما بعد طال أيام وليالي بيضلوا عالبال أغلى من الغوالي طال الهم وطال بالهين باعوني راحوا راحوا وحدي خلوني يا عمي ما ودعوني. أنا الطالب محمد قدرو من ثانوية فخر الدين صقر، أهوى كتابة الشعر وألقاه، فقصيدة للفنان عمر الفرة بعنوان الوطن يبني. بتقول: الوطن يبني شبيه الأم، إن رادت ترضع وتفطم، وإن رادت توهب وتحرم، بأي حالة اسمها الأم. الوطن الوطن يسكن خلايا الدم، غريزة غريزة تسري عبر الدم، لما نموت بالغربة تظل الروح حزينة تلفانة مشردة بالهم. الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان، الوطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان. الوطن يبني ما هو لفلان أو لفلان وابن فلان، الوطن يبني ما هو طابع ولا هاتف ولا عنوان، الوطن يبني ما هو سايب يصير بلحظة مجنونة لأي من كان. الوطن الوطن للي جذوره مثبتة بتاريخ يتزاحم مع الأزمان، الوطن للي يخلي الصحراء مخضرة ويزرع بالصخر بستان، الوطن للي سما الوطن للي سما حتى وصل مرحلة إنسان. الوطن الوطن يبني رقم واحد، الوطن يبني رقم واحد وبعد مية يجي العالم، وبنهايتها الوطن يبني الوطن عرض البني آدم عرض البني آدم. أنا محمد قرعلي صاحب منشأة الهادي، طبعا باسمي باسم الكادر المعين إلي في المطعم. نرحب بقناة كل الكريمة ونشكرها على مصداقيتها وتفانيها في العمل، فالله بعت لنا هالمناظر الحلوة والخلابة، ونحن بطبيعتنا استغليناها ووجود نهر صغرين، فعلى مدى حوالي 2 كيلو متر كله الحمد لله استغل العالم المطاء وعملوها منشآت متواضعة طبعا، والحمد لله الإقبال كتير ممتاز وأسعارنا كتير متواضعة وكويسة ومناسبة، والكاميرا بتحكي عن ذاتها بتشوف يعني شايفين بيبي. والحمد لله احنا ما بيهمنا القدر الكبير من المال، طبعا بيهمنا انه الزائر يرجع مرة واثنين وثلاثة، فهذا نحن نجاحنا من 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 تكرار الزبون انه يرجع على المطعم. والحمد لله يعني الكاميرا بتشوف هالمناظر والشجر والمناطق الخلابة، وطبعا الناس في المدينة فهم انه تطلع تاخذ هواء تاخذ تتفسح وتنبسط بالمناظر الحلوة والخلابة. واهلا وسهلا فيكم جميعا وبكل الزوار الموجودين بمطعمي، طبعا باسمي باسم رفاقي بكل العاملين وكل اصحاب مطاعم صغيرين، بنرحب بكل الزوار وبكل الضيوف، وطبعا نحن مصداقيتنا في العمل الحمد لله هي سبت جدارتنا ونجاحنا. الكاميرا عم تتابع الان مشاهدينا تكاثف الاشجار موجود بالمستوى الاعلى، هاي الاشجار الكثيفه واللي هي كلياتها عم تنبت على ضفاف نهر زغرين اللي هي عم تشكل مجمع حيوي ونظام بيئي بحد ذاته مستقل. كثير جميل جدا المنظر هون. لفت نظري هون جمال نوع النباتي اللي هو عم يتعشق مع نوع نباتي اخر، وهي الحاله عم نلاحظها مثل هون نبات اللبلاب، وفي عندنا اشجار الحور اشجار السنديان كلياتها عم تتسلق على بعض البعض هاي النباتات اللبلاب المتسلقة لحتى تشكل ما يشبه الأسيجة. تابعنا باللقطة السابقة بالمنظر العلوي كيف عم نلاحظ انه اللبلاب عم يتسلق وصولا للذروة للمستويات العليا من هاي الأشجار لحتى يشكل ما يشبه مظلة. هاي المظلة النباتية عم تعطي شيء من الرطوبة وعم تأمن الظل، وهذا اللي عم بيشجع أكثر حركة السياحة بهذا المكان بزغرين وبالمقاصف المحيطة. طبعا هذا الشيء اللي عم نلاحظ مو بس على ضفاف نهر زغرين وإنما على كل نهر وكل بيئة بتشبه هذا المكان الموجود فيه. فحبينا نسلط الضوء مثلا على شجرة الدلب، كمان شجرة الدلب هي من الأشجار اللي بتفضل النمو على ضفاف الأنهار على المكان اللي بيكون فيه متوافر ماء بكثرة، ومعروف في شجرة الدلب بقوتها بجمالها بحتى شكل الورقة المفصصة اللي كلياتنا طبعا بننبسط لما بنستظل بظلها.
كثير فكره حلوه انه نحن نحافظ على الاشجار الموجوده بالغابه، نحافظ على جمال الطبيعه، نحافظ على التكوين الطبيعي للغابات، وانه اذا اجينا نحن سيران ولا اذا اجينا مشوار لهي الاماكن نراعي قواعد السلام العامه، قواعد الحفاظ على الغابه مثل هاي القواعد مثلا كثيره هي، ولكن ابرزها انه اذا شعلنا نحن نار مثلا بغرض التدفئه ولا الطهي نحاول انه نطفي النار، ننظف المكان بعد مغادرتنا لهذا المكان لنحافظ على جمال الطبيعه، لنترك صوره جميله بتعبر عنا نحن كافراد كناس نحن بنحب الطبيعه وبنحترم الطبيعه لحتى تعطينا مثل ما نحن بنعطيها. كثير من الشجر اللي احنا تابعناه وشفناه انه موجود بهذا المكان، مثلا في عندنا شجره السنديان، وذكرت لكم في شجره اللبلاب الجميله جدا يلي هي ساق متسلق، ذكرنا كمان في شجرة الدلب، في شجر الحر. اللبلاب عم يعطي صورة جميلة جدا لمن عم يتسلق ليوصل لقمم الأشجار العالية كتير اللي هي عم توصل أحيانا فينا نقول لعشرين وثلاثين وحتى ممكن توصل لأربعين متر، عم يتجمع بالأعلى ويرجع ينسدل للأسفل وكأنه ستارة نباتية عم تحجب ضوء الشمس من مكان لآخر، وهذا السر كمان اللي بيخلي انه الظل يكون موجود بكثره واللي عم يحبس فينا نقول جو رطب وعم يعطي بروده، وهذا كمان سبب من اسباب بروده الجو بالغابات خصوصي بفصل الصيف وبالاماكن يعني في الاوقات الحاره جدا، الاماكن الظليله اللي هي بتخلق هذا الجو الحميمه. لوحه جميله كثير معبره بمشوارنا رصدناها، خليكن معنا وتابعوا المزيد من هاي اللوحات الجميله بمشوارنا لليوم. موعود بعيونك أنا، موعود وشو قطعتك رمال ضياء وجروح، فأنتي أنتي واحات وباقات زهور حواريها بتفوح عطور، لا تهجرها تذكرها مقصدنا نهر المهجور. مشاويرنا اكيد ما خلصت ومستمره، ولنعرف اكثر وين ممكن يكون مشوارنا القادم ما لكم غير تابعوا حلقات القادمه من مشوار سوري، وتذكروا دائما مشاهدينا بانه مشوارنا هو الاجمل لانه ببساطه هو مشوار سوري. على المحبه بدي اودعكم الى اللقاء. طيري طيري يا حمامة.
بحمام.